معانا على التليفون دكتور مصطفى بدر استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. دكتور اهلا بحضرتك، وايه اللي بتعكسه التوجيهات الرئاسيه بالبدء الفوري في بناء 3300 وحده سكنيه جديده اضافيه في اطار المشروع القومي سكن لكل المصريين؟ تأخير لحضرتك طبعا ولكل مشاهدينا الكرام. خلينا نقول النهارده الاجتماع ده اجتماع متابعه مدققه جدا. السيد الرئيس بيولي اهتمام بالمشروعات القوميه وطرق تنفيذها، وايضا بيجتمع مع الهيئه الهندسيه، وطبعا ده ليهم فضل كبير في كيفيه ربط الشركات مع بعضها والمشروعات القوميه مع بعضها واستكمالها وفق خطه ورؤيه مصر. النهارده فخامه الرئيس بيوجه ان يكون في زياده 3300 وحده سكنيه جديده لمواكبه الخطه اللي السيد الرئيس قال ان هيبقى في شقه لكل مواطن بيطلبها. الفكره دي يا فندم النهارده في اطروحتها ان المتابعه الدقيقه اللي السيد الرئيس بيقوم بيها بيتيح فرصه كبيره جدا ان الناس يكون عندها وحدات سكنيه متكامله خلال سنه وسنتين ثلاثه جايين، يعني المشروعات يعني متراكمه مع بعضها متكامله مع بعضها. دي رؤيه هامه جدا بالنسبه لنا ان احنا في مشروعات شغاله بالاخص الاسكان وفق توجه السيد الرئيس. النهارده كمان الرئيس بيوجه بان يكون في مشروع قومي عملاق اللي هي محطه دوليه بمساحه 300 فدان. دي تعتبر من اكبر المحطات يمكن في الشرق الاوسط، هتكون محطه بيسموها مناوله او تبادليه. هتكون مركز ثقل في قرب المطار، طبعا قرب العاصمه الاداريه، وطبعا قرب السويس، يعني اللي يقدر يجي من ميناء السويس يقدر يركب الطياره او يخرج من الطيران يتجه للميناء، يعني في ترابط كبير جدا. هتكون مركز لوجستي كبير في العديد من الجراشات، فيها العديد من الخطوط النقل، الباصات الكبيره، هتبقى منطقه رابطه كبيره جدا بين ما بين سواء يعني الثلاث مدن الساحليه اسماعيليه والسويس وبورسعيد، وايضا بالمطار في القاهره. فكره فعلا عبقريه ان ازاي يكون ربط المحاور دي النهارده لتهيئه المواطن انه ما يكونش فيه تعب بالنسبه له انه يخش العاصمه ويخرج وينتقل من بعض الطرق وتسبب تكدسات مروريه اكتر. فده اعتقد النهارده كان في توجهات كثيره من السيد الرئيس، وايضا كمان الفكره بتاعه استعراض تطوير مدخل القاهره الشرقي، يعني هو تابع النهارده طريق اسماعيليه القاهره، السويس القاهره، وايضا منطقه جسر السويس بالكامل اللي هي المنطقه الحيه في مصر الجديده واللي بتربط عدد من المحاور الكبيره، وتحسين خدماتها وكيفيه يعني المحاور اللي هي الدخول والخروج ليها. اعتقد ده كان من الامور الهامه جدا طبعا السيد الرئيس بيقول اهتمام اكيد. طب الرئيس اطلع كمان دكتور مصطفى على عدد من المشروعات القوميه اللي بتنفذها الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ومنها مخطط انشاء المحطه الدوليه للحافلات بمساحه 300 فدان. كلمنا عن اهميه مشروع زي ده. بص يا فندم، المشروع ده تاني مشروع من اهم المشروعات اللي هي بتبني نفسها بنفسها. يعني بتهيئ ان احنا الدوله بتهيئ منطقه لوجستيه كبيره هتكون هي اللي بتنون نفسها ذاتيا، هنهيئ قطعه ارض هيخش فيها زي ما بنقول عدد من الشركات، هنلاقي فيها محطات بنزين، هنلاقي فيها مولات طبعا للاستثمار، في ناس هتبتدي تفتح فيها محلات، هيكون فيها اماكن النهارده ارتكاز للتبادل الخطوط الانتقال ما بين بعض من المحافظات لدخول القاهره او خروجهم من القاهره لبعض من المحافظات. ده كمان هيخدم على العاصمه الاداريه، هيخدم على الناس اللي جايه تقدر تكون هتكون مسافره لمطار القاهره او خارجه من مطار القاهره هتنتقل لاماكن اخرى. التهيئه دي يا فندم النهارده بننقل التجربه الاوروبيه والامريكيه للعاصمه المصريه. الفكره في ان يكون عندنا النهارده مناطق او زي ما بنسميه مول كبير جدا او منطقه لوجستيه كبيره جدا بتهيئ للمواطن المصري، اعتقد دي بترفع من قيمه الخدمات. وبعدين ما احنا ما بندفعش فيها فلوس، الدوله ما بتدفعش، هي بتهيئ منطقه وبعدين بتبتدي تطرح مناقصات، يبتدي تخش الناس ويبتدي يكون فيها بعض من الخدمات الاخرى زي الاتوبيسات او الباصات الصغيره او ما شابه لذلك. دي فكره من الافكار اللي هي فعلا يا ريتنا نبدا ننقلها في بعض من الاماكن زي اسكندريه او الساحل، علشان
المواطنين اللي بيكونوا دائمين على التنقل لهذه الاماكن. اعتقد الفكره دي من احسن الافكار. طب يا المشروعات القوميه المختلفه اللي بتنفذها الدوله في القطاعات برضو المختلفه والمتنوعه، سواء كان نقل، طرق، مدن جديده وغيرها، ده بيساهم ازاي في دفع الاقتصاد الوطني للامام يا دكتور مصطفى؟ بيأثر عليه ازاي؟ شوفي، خلينا نقول كلام بسيط جدا لكل جمهورنا الكريم. مفيش مستثمر يا فندم بيجي في مكان يستثمر فيه الا لما بيكون ليه عدد من المتطلبات. مش هينفع ينتقل من المكان الخاص بمصنعه او شركته للعاصمه او ينتقل للمصالح الحكوميه الا لما يكون مطالب بان يكون في طريق ممهد ليه. الطريق ده لازم يكون امن، عليه خدمات. الامر الثاني لازم يكون فيه كهرباء، اللي احنا بنسميها مشروعات الطاقه، اللي احنا لازم نخلي بالنا ان المجهود الكبير ما نتغفلوش، اللي الطاقه النهارده المتوفره دي اللي بتخدم على المشروعات الاقتصاديه الكبيره، الطرق، حركه النقل، الكباري. النهارده يا ريت يا فندم خدوا بالافكار ورؤى الناس اللي في الشارع ان التوفير في الوقت من حركات النقل بسبب التوفر في الطرق والكباري اللي تمت النهارده وفرت فيه دخل المواطن بعض من الشيء بسبب استهلاك البنزين او الوقود. النهارده بنشوف ان التوفر ده في حركه الطرق وتحسينها وخدماتها بترفع من القيمه الاقتصاديه للدوله، فبتهيئ ليها جذب استثمارات خارجيه. النهارده لما بنشوف في توفر في الطرق والخدمات وطبعا بعض من الامور اللوجستيه زي الصرف والميه وما شابه لذلك، بتهيئ ان احنا نفتح مجتمعات عمرانيه جديده. المجتمعات العمرانيه الجديده دي بتكون فيها استثمارات بالمليارات بتخش. الناس لازم تبقى عارفه ان في عندنا شريحه كبيره جدا من العماله اللي هي اليوميه بتكون ربحها اليومي ومكاسبها من هذه الاشغال. عارفه حضرتك لما احنا بنتكلم على محطه النهارده 300 فدان هيكون فيها عماله مباشره تقريبا قد ايه؟ ما يقلش عن 2000 ل 5000 واحد. عماله غير مباشره قولي زيهم كمان. ده بتهيئ استثمار بمليارات الفلوس. لما بنتكلم على الطرق النهارده الرئيس بيتابع الجلاله بنفسه تاني. يعني الجلاله ابتدت تشتغل الحمد لله، بنت الجلاله وابتدت تظهر. لا، هو بيأكد دي ان يكون فيها استثمار خلال المرحله اللي جايه. ليه؟ طبعا لوفوق ان احنا نوفي بوعودنا مع المستثمرين الاجانب اللي ممكن يخشوا. العالم خلاص ان شاء الله ان شاء الله هينفتح، ونزول غمه الكورونا دي هيرجع الاستثمار هيبحث عن من هو سبق العالم، يعني مش اللي لسه عنده حاله انكماش. اكيد اعتقد. اتفضلي. لا تمام، وصلت الفكره. بشكر، شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر، شكرا جزيلا لحضرتك.